هذه المعركة مش معركة قانون والعدل، معركة شخصية. أنا ما يكفينيش المداخلة، أنا عايز أعمل مواجهة بينه وبين اللي هو ممدوح شاهين، يا إما من خلال والله اللي هو ممدوح شاهين سمعنا لو يستطيع إن هو يجي يقدر يعمل مواجهة معاك. أنا عايز مداخلة، أنا عايز مش مداخلة، أنا عايز مناظرة. لا يجي لو 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 وافق اللي هو ممدوح شاهين الأسبوع الجاي. أنا عندي الأسباب اللي هو بيعمل كده. طب باختصار من فضلك قول لي بقى باختصار إيه الحكاية؟ باختصار في مؤامرة علينا برضه. هذا القانون يا استاذ سيد بنفس الصيغه دي، الماده دي اعفي او اد او اعفي او استثني، نفس الصيغه دي راحت للدستوريه ورجعتها، مصرين عليها لان قدمنا لهم اقتراحات مجمع عليها كل القضاء. وهي ايه باختصار يا فندم؟ وهي ايه؟ قلنا لهم يا جماعه ان يكون اد او اعفي او غير مطلوب للتجنيد نهائيا وفقا للقانون، وفي حكمان عليا بيأيدوا هذا النص، وهذا برجع شيء لاصله. الشيء لأصله إيه؟ لأن الحكمة من وضع هذا الشرط ما كانش موجود في قانون مجلس الأمة، كانش موجود في قانون مجلس الأمة ولا مجلس الشعب. ده اتحط سنة 72 إن يكون المرشح غير مطلوب للخدمة العسكرية أدى وافي، وأدركوا إن في ناس دفعت غرامة طبقا للقانون سنة 55، قاموا حاطين مادة في قانون مجلس الشعب سنة 72 يسمح بترشيح اللي تجاوز السن وسدد غرامة. يا استاذ سيد انا في 72، شوف الى اي مدى كان المشرع القانوني والمشرع العسكري حريص على مباشره الحقوق السياسيه لكل مواطن. اما تجي النهارده في 2013 وقاعد للزمتات كنت في المخبمه، يعني انا مثل من الامثله اللي انت قلتها، والدكتور فاروق الباير كان بيعمل ابحاثه بره ودفع غرامه بره، وما زالت اللجان لسه بتروح لغايه النهارده. انت بتعمل لهم مصياده؟ احنا انا دفعت لا، يعني في ناس مثلا واخد قافه لانه العائل الوحيد لامه ولعائلته بعد والده متوفى، فبيبقى سنه بيسافر بره، بيبقى سنه مثلا 30 سنه الا كام يوم ولازم يرجع. لما هيرجع ويدخل الجيش، اسمعني بس، لما هيرجع ويدخل الجيش مين اللي هيصرف على امه وعلى اخواته؟ هو ما زال العائل الحقيقي، فهو لا يزال العائل الوحيد لامه، خاصه بيبقى عنده اخ، بيبقى عنده اخ لسه في مراحل التعليم. فالمشرح هنا يعني في نوع من انواع، يعني في حالات كتيره جدا مش قادر، وخاصة ان العدد كبير. العدد قد ايه تقريبا؟ اقول لحضرتك حاجة، الدولة وضعت موضوع الغرامة لعدة اسباب، زيادة الاعداد اكتر من اللازم، يعني هي بتجند 10% فقط من الشباب في سن التجنيد، وراعت الظروف الاجتماعية اللي سيادتك قلتها. يعني انا مش عايز اتكلم عن نفسي، انا واحد من الناس ما والدي توفى انا اكبر اخواتي، رحت منطقة التجنيد 4 مرات وحصلت على اعفاءات مؤقتة، زال عني سبب الاعفاء مجرد ما اخ من اخواتي الثلاثة اللي دخلوا الجيش الثلاثة، اول واحد طلع زال سبب الاعفاء وانا لسه على 30 سنة 50 يوم، وفي قانون بيخيرني انت وانا ما زلت العائل الحقيقي، ادفع غرامة ولا راح اتجند؟ طبعا دفعت الغرامة، وانا بدفع الغرامة خدت شهادة معاف نهائي وغير مطالب للتجنيد نهائيا، واشتغلت بيها وترشحت بيها وشرفت بتمثيل الشعب 3 دورات متتالية خلال هذه الفترة، لم يتغير قانون ولا دستور، ولكن عندي الاسرار، عندي اسرار ثورة تانية يا استاذ سيد، ثورة تانية. يعني احنا لا حسينا بثورة 25 يناير اتخطفت مننا وحكموه، انا اللي اتحاكم ويتمنع من ممارسة العمل العام هو ممدوح شهيد، ما انا الذي دمر مصر باعلانات الدستورية بالاستفتاءات المشبوهة. مع كل الاحترام لممدوح شاهين، لو ممدوح شاهين عايز يرد اللي هو ممدوح شاهين يتفضل يرد. انا واجهه في البرنامج، انا احسن مواجهه، انا عندي المضبطه اللي اتكلم فيها في مجلس الشورى، اقسم بالله ولا حرف صح، اقسم بالله ولا حرف صح. نكذب عشان ايه؟ ويتهمني بالتزوير الشهاده اللي واخدها من القوات المسلحه من وزاره الدفاع، يقول جايه من مكتب تعبئه، جايه من مكتب تعبئه وهي من الاداره العامه للتجنيد، ما ضعرها اللي هو اركان حرب، يتهمنا ويدعي حاجات قانونيه، ومع الاسف ان هو مساعد اول وزير لشؤون قانونيه ولا كلمه قانونيه. ليه؟ انا اللي عارف الاسرار وانا عندي الاسرار. إذا وافق اللي هو ممدوح شاهين مع كل التقدير والاحترام له، بقول على الهوا اهو، إذا وافق ثانية واحدة يا أستاذ هرماس، ثانية واحدة. أنا بعتز بشرف إن أنا ليا ولا اسمعني بس يا أستاذ هرماس، المسألة ليست شخصية. يا أستاذ هرماس، المسألة ليست شخصية، أنا أعلم أن هناك ما يقرب من 7 مليون بيقوموا عندهم نفس المشكلة. إذا وافق اللواء ممدوح شاهين على مناظرة محترمة راقية لا يستخدم فيها أي ألفاظ، فنحن نرحب بهذا. محترمة وقانونية. وانا اتحدى لو كلمه غلط من اللي انا قلتها. في الاخر، في الاخر المطلب اللي انت عايزه ايه؟ انا عايز مناظره. اولا انا عايز، سيبك من المناظره، المطلب ايه؟ انا عايز ايه؟ الاوامر المحكمه الدستوريه لو راح لها القانون، وانا اثق في المحكمه الدستوريه،
لو راح لها القانون بنفس الصيغة اللي رجعت فيه قبل كده هيرجعوا تاني. ليه؟ لأن الاستثناء ده غير دستوري. طيب أنا المحكمة الدستورية عايزة حاجة عامة، مش عايزة استثناءات. عندك الـ والحل إيه النص اللي أنت بتقوله؟ بس ثانية واحدة، أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها أو غير مطلوب للتجنيد نهائيا، لأن عشان لما ينجح المرشح. طيب هو الشهادة اللي بياخدها، الشهادة اللي بياخدها بعد الحكم ودفع الغرامة دي اسمها شهادة إيه؟ مكتوب أنا بالنسبة لي وأنا بدفع الغرامة ادوني معاف نهائي، مع أن أنا كده هترشح بيها وبحيضرش حد يقول لي لأ. أيوة دي بتعامل معاملة إيه؟ زملاتي غيروا يا أستاذ هرماس، مش بتكلم على حالتك. مكتوب في غير مطلوب للتجديد نهائيا شهادة. أستاذ هرماس، أستاذ هرماس غير مطلوب يا أستاذ سيد، مكتوب له كده أي واحد دفع الغرامة. أستاذ هرماس رضوان بشكرك شكرا جزيلا.